يا ابو مسفر. ها؟ ابو مسفر خدت الانسولين بتاعك؟ ايه ايه تعمل ايه يا حاج؟ خذيت انسولين يا اخي، ايش فيك؟ يقولون حبوب الانسولين انزلت. تشتغلني يا ابو مسفر، ده طنباك طنباك يا بيه. بص، هو لسه يعني لسه الانسولين اللي بالفم ما نزلش، في دراسات قويه جدا وواعده شغاله حاليا على حبوب الانسولين، بس يعني لسه قدامها شويه على ما تنزل السوق. بس انت عجبتني على فكره، هو هيتاخد زي ما انت عملت كده بالظبط، هتاخد الحبايه وتزنقها في الفم كده في الزخنوق ده وخلاص، انت كده خدت الجرعه. متى ينزلونا؟ هقول لك في الاخر. حاضر هقول لك. حاضر، بس خلينا في المهم دلوقتي. خلاص اذا نزلوه دق علي. راح فين يا بيه يا عمنا؟ انا عارف يعني ابر الانسولين متعبه جدا، ولكن معلش عشان ما يجيلكش المضاعفات بقى. وش مضاعفات هي؟ غلطات، فشل كلوي، فقدان في البصر، اعتلال في الاعصاب. ول 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 ول، شوي شوي علينا يا دكتور. تعرف حد في عيلتك او صحابك 35 سنه او اكبر لازم يعمل اختبار سكر مره واحده في السنه على الاقل، يعني حتى لو سليم وزي الفل وما عندوش يعني حتى سمنه ولا زياده وزن، لازم يعمل الاختبار ده. وتحس اوفر شوي، 35 توا صغير. والله يا ابو مصر يعني هي دي التوصيات الجديده، لان في السعوديه بس في 4.5 مليون مصاب بالسكر، غير دول في 1,600,000 شخص غير مشخصين عايزين نقفشهم بقى. طيب كم قراءات السكر السليم يعني، وكيف نقيس، وش الاكل اللي ناكله والتغذيه والاشياء؟ الله على عيني يا ابو مصر، بس عندي شغل. بص هقول لك على حل. الصيدلي حازم منير، فورد امريكي في العلاجيات، مثقف لمرض السكر، خبير في متابعه السمنه، اخصائي ادويه لا وصفيه. انت فاضي يعني؟ هو في شهادات ثانيه لو عايز. اخلص علينا يا هو. الراجل عامل لايف مجاني يوم الاثنين القادم 14 نوفمبر بمناسبه اليوم العالمي لمرض السكر. لا حول يا اخي، حتى هذا سووا له سالفه. ما خلصنا من الهالوين طلع لنا يوم مرض السكر. لا ده يوم تثقيف وتوعيه ابو مسفر، احنا مش هنحتفل يعني. طيب يعني كيف نطالع هذا اللايف؟ بص يا سيدي، هتلاقي لينك اللايف في البايو او في الوصف والتعليقات، افتح الرابط، نزل تطبيق بورت مي واحجز مكانك في اللايف يوم الاثنين القادم عشان تعرف بقى قصه الانسولين اللي بالفم واخر التوصيات في الوقايه والعلاج من مرض السكر. هو بقى هيرسيك على كل حاجه ومجانا زي ما قلنا. والله شكله بنحضر يا ولد. السكر هذا سالفه يبيله قاعده.